السلام عليكم الحاجات، كيف دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. شكرا لكم، شكرا على التفاعل مع الفيديو اللي لحقت لكم مؤخرا. بزاف ديال الاخوات قالوا لي شاركي معنا البلاطو، رفيت اللي شاركت معكم دوك الوصفات، ولا بغيتو نعاود نشاركهم معكم ما عندي حتى مشكل، مرحبا وعلى الراس في العين. اليوم ان شاء الله غادي نقادو هاد الشنيوحات، كيجو خطيرين، واحد المذاق يا سلام، ما فيهمش كثرة الخدمة نهائيا، ولكن البنة ديالهم في البساطة ديالهم كيف كنقول لكم ديما، ورافقتهم مع لابوري ديال البطاطا. المهم فيديو زوين كيستحق تجربة، وكيستحق تبارطاجيو وديروا لي كومونتير وتكثروا ليا من القلوبة الزوينين بحالكم، كنحماق عليكم. وهادو هاد الوصفه من ضمن الوصفات اليوميه اللي تقدري تحضري لوليداتك باش تبدلي على الطاجين وعلى المهم. هادو من بين الوصفات اليوميه، ونبداو على بركه الله. غادي ناخذو يا لالا جنيوحات ديال الدجاج. دابا بزاف ديال الاخوات كيشرو الدجاج كيعزلو الفخاد، كيعزلو الجناح، وتيعزلو الصدر. منين تيتجمعو عندهم الجنيوحات يديرو بهم هاد الوصفه هادي. المهم كنشدو الجناح من بعد ما كنغسلوهم، وكان الا كانوا ليله كامله، اولا الا كانوا في يبات زعما يقطر، اولا الا كان في الكونجيلاتور كان احسن. كناخذو 20، المهم هنا القياس ديال 20، كنديرو 3 د المعالق ديال صوص باربيكيو، وكنديرو جوج د المعالق ديال صوص صوجا. الاخوات اللي كيقولوا لي كتبي لنا في صندوق الوصف، راه والله ما كنتلاقى الوقت ندير هادشي كله، شي متطوعات كتب وانا غادي ندير لي ايبانغلي. ايوا يا لالا كنديرو العريسة، هادي ماشي اجبارية، اختيارية اللي بغا تجيك النسمة ديال الحار. كنديرو معلقة ديال التومة اولا جوج معلقات ديال التومة، ولكن حتى مشكل، المهم انا هادو راه غير معلق صغار باش خدامة. وتنديرو واحد جوج معلقات يا لالا ديال البصلة. المهم هادشي هادشي اللي كنعطيكم راه تقادية فرمشتين. ندير واحد معلقة ديال الملحة، ما تكدروش الملحة حيت درنا صوص صوجا وصوص باربيكيو حتى هي مالحة. غادي ندير واحد معلقة صغيرة ديال الملحة، نديرو شوية ديال زيت العود، واحد نص كاس ديال زيت العود أولا زيت المائدة اللي ارتحيتي فيه نتيا، ولا عندك زيت الجنجلان كان أحسن. غادي نديرو واحد المعلقة ما تكونش عامرة ديال العسل، اختياري تا هو ماشي إجباري، جربوها النهار الأول بلا عسل ومن بعد ديرو العسل إلا باش تنوعو، باش مرة ديروها صالي مرة سكخي صالي. المهم انا كنديرها بجوج ديال المرات، بجوج ديال زعما الادواق. ايوا يا لالا شدي واحد الحامضه، الا كانت حامضه وحده فيها الماء كثير بارك عليك، كانت حامضه ناشفه بحال هادو اللي عندي زيدي الثانيه. المهم هادو راه حامضه طير صغيورين. وكنديروا واحد المعلقه ديال التحميره باش كتعطينا داك اللوين، واخا هما راه بلا تحميره غادي يجوكم زوين، ولكن ديروها ما خاسرين والو. المهم هاد الوصفات هاد المقادير اللي عطيتكم مضبوطين، ديال 20 جنح اولا 20 فخد اللي بغيتو ديرو. انا درت انايا 4 ديال الفخوضه حيت هاد البلا دايره عندي الضياف، دايره لصحاباتي، وحده فيهم ما كتاكلش الجناح، درت لها فخيضات صافي. كنشدو هداكشي وكنمعكوه مزيان 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 في ديك لاصوص كيف كيبان لكم في الصوره. العمليه سهله كيف كيبان لكم، الا كان عندكم الوقت تقدروا تخلوه يبات مزيان قساتين مزيان. انا راه كي رقدتو كي دخلتو الفران وجا رائع رائع بمعنى الكلمه، يعني زعما ماشي وصفه فيها بزاف ديال التفكير وبزاف ديال التماره، ولا راه فرمشتين ساليتي صافي. غادي نديرو كيف كتشوفوا، كنديرو البابي كويسون من التحتي، وكنغلفو عاوتاني ب ورق الفرن. انا راه نسيت ما درتش التحمير، وغادي نزيد واحد المعلقه صغيره فقط غير باش تعطيني داك اللويين منين غادي يتحمر، وغادي يجي داك اللون اللي شفتو في الفيديو اللي شفتو في الصوره الاولى. انا راه كنستفهم باش ما يجيش واحد فوق واحد، داكشي يجي مستف يا سلام. ايوا يا لالا هنا في هذه اللحظه هذه غادي نزيد واحد المعلقه ديال التحميره، معلقه صغيره بركه ديال التحميره كافيه وموفيه كيف كنقول لكم ديما. ايوا صافي اجي نعاود عاوتاني نستفو، داكشي علاش مزيان تحطوا المقادير كلهم قدامكم باش ما كتنساو والو، دير نسيتي شي حاجه راه قدامك تتفكريها صافي.
غادي نغلفهم وغادي نديرهم في الفران، غادي ياخذوا لكم ساعه ونص على تقريبا، ديروا العافيه ديك 200 درجه بحال هكا، وديروا واحد ساعه ونص وخرجي تقداو ولا ديري داكشي اللي بغيتي. هذه تجي تلقيهم يا سلام واجدين، العافيه الفوق من الفوق والتحت ما كاين حتى مشكل. صافي غادي نغلفهم مزيان هنا، غادي نعاود نغلف بالبابي الومنيوم. صافي ما كندير حتى قطره ديال الماء نهائيا، كيف شفتوا ما تديروش الماء نهائيا. هما راه غادي يطلقوا دوك داك الدجاج كيطلق الماء ديالو، غادي يطلق داك الماء، وداك الماء هو فاش غادي يطيب. اكيد الفران يكون سخون من قبل، ضروري الفران يكون سخون من قبل. وانا يلا اللي غادي ندوز نحضروا لابوري ديالنا. الطريقه ديالي انا كنخدم بطريقه كلاسيك عاديه باش ما كتجينيش الاستيك، حيت بزاف بزاف كتمشي زعما الريستورات الكبارين وتيحطوا لك لابوري دايره بحال لاستيك، ملي كتجرى كتلقيها خيط. الطريقه ديالي اللي هي الطريقه المعتمده واللي قرينا واللي تعلمنا، ما كتجيك لا الاستيك لا والو، كتشدي البطاطا كتنقيها كتغسليها كتقطعيها كيف كيبان لك في الصوره، ولا قطعيها كيف ما ارتحيتي نتيا. الماء دايره سخون من قبل، ديري فيه شويه ديال الملحه، حطي فيها هاد البطاطا، خليها تطيب، صفيها ونتلاقاو منين ديري هاد لي زيطاب كولو، ونتلاقاو باش تشوفي شنو كندير انايا. وكيف قلت لكم كنقاده وتنخليها زعما في الثلاجه مده، وقت ما بغيتها كندير سواء كنديرها في بان ماري سواء في الميكرووند، وكنتلقاها زعما كيبقى جديده. هنا الجني واحد ديالي شوفوا كي داير داكشي، يا سلام. عند كاين لا جوج ديال الاختيارات، سواء تحتفظي بها بحال هكا بحال هكا تماما، ما ترديها لا تحمر في الفران لا والو، وديك لاصوص بحال هكا كتحطيها، ولا كنتي دايره الرز ولا شاشة كيهزو من هاد لاصوص وتيخوو على داك الرز وتياكلو. سواء ديري هاد الطريقه اللي كندير انايا، انا كل خطره كيف كندير لها، كتشدي هاد الجني واحد كتعاودي تبدلي صح تبدلي ال فاش خدمتي، تتهزيهم من طاوة وكتحطيهم في طاوة، اولا كتشدي ديك الطاوة اللي فيها لاصوص كتحيدي منها لاصوص وكدينيهم هما وكتدخلي للفران بلا ما كترون. ياك فهمتيني اش بغيت نقصد لك؟ انا هنا بغيت نرون، درت ما تضحكوش عليا، درت راه بعض المرات كيجيك واحد العكاز ما عرفتش اختي منين كيطيح. صافي شديت دوك الجنيوحات بدلتهم عاود تاني، وغادي ندير عليهم طريفه 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 ديال الزبده، وغادي نردهم للفران يتحمروا، نقول لكم يتحمروا يتحمروا. صافي غادي نديرهم يتحمروا، وغادي نشد هذيك لاصوص غادي نخويها في واحد المقيله، وغادي نردها لفوق البوطه تتبقى لي تتعزل لي غير ديك الزويته. انا غرض غير بديك الزويته، حيت بين نديرها فوق لابوري باش يجي داك المنظر يا سلام، وتجي كون كنت دايره الرز كون خليتها بحال هكا باش يلا نتلاقاو باش نفزقو الرز، ولكن مني ما دايراش الرز دايره لابوري، لابوري ديجا فازقه يعني ما محتاجاش لاصوص كثيره. واش فهمتوني؟ اللي فهمني يقول لي اه فهمتك في لي كومونتير. ياك ايوا صافي، هانتوما تشوفوني غادي نديرها في مقيله. شوفوا البنات، انا راه البنات اولا الرجاله ولا كاع اللي متبعني، انا راه كنهضر معكم بحال اللي جالسين معايا، زعما كيعجبني نفسر لكم داكشي عادي باش يفهموا كلشي، وما نتصناش عليكم في الفيديوهات. راه انا هكا دايره في الطبيعه ديالي، راه ما يمكنش نجي حتى للفيديوهات ونبدا نتصنع، راه ما نقدرش، داكشي علاش كنهضر عادي سبونطاني. والاغلبيه كاين كنقرا لي كومونتير تيقول لي متبعينك على العفويه ديالك اللي خدتكم عليا. صافي الزبده من بعد ما صفيتها غادي ندير عليها بطاطا، من بعد ما صفيتها قطرات مزيان من الماء، ولكن خصها تبقى سخونه، ما تخليهاش حتى تبرد عاد تزيدوا عليها الزبده وتقولوا مالا ما جاتش زوينه البطاطا. لا بوري خصها تكون فريمون سخونه سخونه سخونه، عاد كنخدموا بها ديك الساعه. كنضيفوا الزبده تقريبا واحد 150 غرام ولا 200 غرام ديال الزبده في 2 كيلو ديال البطاطا، هادي راه 2 كيلو ديال البطاطا، ملحه وبزار. واخا سلقتها في الملحه ما فيها باس نزيد شويه ديال الملحه، كنزيد البزار على حساب الذوق، اللي بغات تنسمها بشويه ديال الكوز تقدر ديرها.
هنا جوج كيلو ديال البطاطا غادي نخدم بنص سطر ديال الحليب فقط. صافي كنضيف الحليب على جوج ديال الدفوعات، غادي نضيف الحليب شويه كيف شفتوا في الصوره، وغادي نبقى نمعك 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 مزيان 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 كيف كيبان لكم في الصوره. صافي هادو راه ولاو موجودين كيتباعوا، ولا تقدري بين نقول لك ديري فورشيط غادي تعذبك بزاف، وين نقول لك ديري كاس غادي يعذبك. المهم غير حاولي، اللي ما عندوش هادي حاول يشريها، راه كتباع بثمن رخيص. في الاول ما كانوش هادو، ما دابا راه ولاو مطليه بهم الدنيا. صافي تنزيد الحليب الثاني وكنبقى تنمعك 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 تنمعك، عرفتي حتى كطحن بحال لا طحنتوها في مولينكس. وصدقوني هاد الطريقه هادي ديال لابوري راه زوينه، ما كتجيش ليكم بحال لاستيك نهائيا، ياكو فهمتوني؟ كتبوا لي فهمناك. ايوا صافي هذا هو البلا ديال اليوم، كان سهل بزاف بزاف، وفكره زوينه ديال هاد الصيف، فكره ديال عشاء اولا غدا مع واحد شليضه ولا جوج ديال الشليضات، الله يجعل البركه. انتم كتشوفوا كيفاش كتشي، اللي بغات تكون خاطره على هكا يزيد الحليب. صافي كنقدمها في طبصيل بحال هكا، اختاريت طبصيل بحال هكا، ما بغيتش ندير لابوري بوحديتها وهادو كيجنيو حات بوحديتهم، قلت نحط هاد الحطه تا الا حطيتوها هكا لوليداتكم وهذا تيجي بلا عائلي. وتتهزي ديك الساعه بخي في الطبصيل نتيا وتتحطي وتتخوي لي شويه ديال لاصوص، كتخلي شويه ديال لاصوص في شي زليفه، واللي بغى يهز راه تيهز من لاصوص وتياكل. وصدقوني والله العظيم الا بنين، جربوه وخلوا ليا في لي كومونتير، وتنحمق عليكم تنقولها لكم وتناودها لكم على لي كومونتير الزوينين ديالكم. اه سي فغي انا كندير مجهود ونستاهل وهذا، ولكن لي كومونتير ديالكم تيشجعوني نزيد. راه حتى كنقول مالي انا على التمارة صور دير ودير المونتاج دابز مع التصوير، وفي الاخر كنتلاقى بزاف ديال الاخوات كيكتبوا لي تيقول لي بسبب كيولينا كنخدموا لي كوموند، وتضرني خاطري تنقول بديت معاهم خصني نمشي معاهم، واخا زعما القناه ديالي كتستحق بزاف بزاف وما لقياش الحق ديالها، ولكن كاينين اخوات اللي كيدخلوا للقناه ديالي باش يترزقوا الله، وانا ما نقطعش لكم رزقكم، انا معاكم ان شاء الله ونعطيكم وصفات، ومازال غادي نبدا نعطي لكم حتى الاثمنه، خصني غير نكون مسالي راه حتى انا الله يحسن العوان، والله العظيم الا النهار كله وانا كنجري راه لا اله الا الله. ايوا الا لا صافي كنشد، شفتوا دوك الجنيوحات كيجاو داكشي، يا سلام عرفتي ديك التحميره اللي فيهم وداكشي ما نقولش ليكم. صافي كنستفهم فوق، نتوما شوفوا الدريساج كيبقى ليكم نتوما، انا غير فكره عجباتكم ديروها، عندكم شي فكره اخرى من غير هذه ديروها، المهم الابداع، الكوزينه كتبغي الابداع، راه من والو تقدري تقادي. راه دابا جناح وبطاطا، واحد اخر هادي تقاد بطاطا والزيتون مثلا، الوغ كو بطاطا والزيتون كتاكلهم ديما، تقدري بديك في بلاصه البطاطا والزيتون تقادي هاد البلا بحال هكا. المهم ابدعوا ابدعوا. صافي ايوا يا لالا انا غادي ندير، غادي نجيب لاصوص ياك اللي درت فوق البوطه، وغادي نخويها فوق منهم واحد شويه ديال لاصوص، وغادي نحطها بشويه ديال لاصوص جانبا باش اللي بغى يزيدها غادي يزيدها. انتم كتشوفوا الختوريه ديالها، عاتر هذاك الشيء ما نقولش لكم، وسمحوا لي الا شهيتكم. صافي وتقدر عاوتاني دير هاد الجنيوحات وديرهم مع الشلايض، بزاف ديال الافكار. المهم نتوما خدوا غير المقادير، المقادير ديال هاد الجنيوحات، وانتوما راه ما نخافش عليكم غادي تحطوا حطات زوينين وباقل تكلفه ان شاء الله. صافي هنا كنزوق بالورد، بالنسبه للزواق راه ديما تنقول لكم العين كتاكل قبل الفم، يعني ضروري ديروا شويه ديال الديكوراسيون، راه من والو درت شويه ديال الورد واش تجي ديك الورده الصفراء داك اللي كنقولوا ليه نوار الشمس، واش تجي دوك الوريقات ديالو وفرقتهم بحال هكا واش هذاك الشيء. يا سلام تدخلوا ليا في لي كومونتير كيف جاكم البلا ديال اليوم، كان
كنتمنى تبارطاجيو الماكسيموم بوسيبل وديروا ليا لي كومونتير. راه لي جيم ديالكم ولي كومونتير ديالكم كنعاود نقول لكم هما اللي كيخلوا يوتيوب تبروبوزي القناه ديالكي على ناس اخرين. ايوا يا لاله كنحماق عليكم وخليت لكم راحه البال والصحه والسلامه، وتدخلوا ليا في لي كومونتير واش واخا داك هذوك المالح اللي درت لكم في داك البلاطو فايت لي حاطه عليكم كله تقريبا. الا بغيتو نعاود نديرو لكم كيف كنقول لكم انا ما خسره والو، مقاده داكشي مقاده، نقادو لكم على الراس والعين، تستاهلوا الجنه ونعيمه. يلا نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الماشي.